سباق تخوضه السلطات المحلية في عدن من أجل إعادة تطبيع الحياة في العاصمة المؤقتة من خلال إقامة العديد من النشاطات الرياضية والثقافية. فضمن برنامج عدن الرياضي، نظم اتحاد ألعاب القوى بالمحافظة بطولة ألعاب القوى الشبابية الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة، وتشارك فيه عدد من فرق محافظات عدن ولحج وحضرموت وأبين. سعداء جدا تواجد هذا الحضور الرياضي الكبير الذي يشرف الوطن كله ويجمع كل أبناء الوطن في المحافظات المحررة من أبطال في بطولة من أهم البطولات أم الألعاب، وهي بطولة ألعاب القوى. البطولة تضمنت سباقات 100 متر و200 متر و400 و500 متر والوثب الطويل ورمي الرمح وغيرها من الألعاب. تحت هذا الرماد وتحت هذا الركام نؤكد بأننا سنعمل على إعادة الرياضة والمؤسسات الرياضية إلى مهمتها وإلى دورها السابق. نؤكد بأن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الأستاذ نائف البكري تولي اهتمام كبير جدا بإحياء العملية الرياضية التي انتهت تماما بسبب الانقلاب. وتأتي هذه النشاطات في إطار إعادة تفعيل النشاطات الرياضية في المحافظة التي تأثرت بفعل انقلاب الميليشيا على الدولة، متسببة أيضا في تدمير العديد من المنشآت الرياضية في المدينة.